رئيس نادي ريال مدريد بيريز ينفجر ويصرح تصريح ناري. تبى تعرف ايش قال بيريز؟ تابع المقطع الاخير. معاكم هيمكس، لايك فولو عشاق الكره. لاعب نادي باريس سان جيرمان امبابي يخرج عن صمته ويقول: شعرت ان مغامرتي مع باريس سان جيرمان انتهت، واتطلع لخوض تجربه جديده. وهذا الكلام طلع من امبابي شخصيا، وقال: ان رحت في الصيف الماضي فسانتقل الى ريال مدريد فقط. وهذا تلميح كبير يا عشاق الريال ان وجهه امبابي القادمه ريال مدريد فقط. طيب علمنا ايش قال بيريز بتصريح ناري. رئيس نادي ريال مدريد بيريز صرح بكل وضوح وقال: في يناير سيكون لدينا اخبار عن امبابي، ويناير بعد شهرين ونص تقريبا، وانتم تعلمون ان امبابي سيصبح بالمجان في يناير القادم. يعني في احتمالية انه امبابي يلعب مع ريال مدريد هذا الموسم، بشرط اذا انتقل امبابي الى ريال مدريد في الانتقالات الشتوية. لكن السؤال عندك، تفضل استمرار امبابي مع باريس سان جيرمان ام خروجه؟